الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب، ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق، وبعدها كأحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي، فأولا راعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب، وحسن ظن وتوكل رجا، حب وتوحيد ومن خاف نجا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وحن كسو جري تبعده وناكسن يوحيالها لغا دحلو لغا هلو أخرية دومبا مركز تلمامه روح الدبيعه وناكسما ان شاء الله تعالى وحير كاشارينا الى روح يالها قضب اهان انو فلي لو باهي. اولا ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، حكوك الدبيعه وناكسن وحيالها الرب ان فلسات كن دقنت ولالك مسلم كان الله جعلته وحد نفته الله جعشه كان الله جعشه نفته الله جعلو حول الله جعشه نفته الله جعلو arur wanaagsan iyo xaas wanaagsan baad la jecelshay naftada la jecelo barakee iyo khayr baad la jecelshay naftada la jecelo mulaala iyo barwaaq aad la jecelshay la jecelo dadka muslimiinta laba ikhtiyaalo kalimaati kalimaat hadallada aad ku heelayso inaad doorato aad ka fiirsato intaadan ku hadlin kulkaad ruuxu jawaabayso oo aadan degdegin oo aad nataaijdeeda iyo waxa ka iman kara aad uga fiirsato qodobka saddexaad ابتسم في وجه أخيك ولالك وجه جيسا هذه قر كنول عدي أو قصل قلبك صدحات أما أفراد صوت كاجو عينو يه معتدل عن رواق أهين أو قليف أهين وضدك عن كنا حينين إن ضدك كاجو وين احترام ضدك عير يرى أن حريص أو شل أو دبع وحكم إذا إن تكف وجهته الابتعاد عن الكلام البذيء هذا الله عن حني إن تكف وجهته keeni kara inaad dhibto dadka kula jooga qodobada sameynaysa waxa kamid ah imaada tula aan dariiq wasakhda iyo qoryaha iyo lafaha inaad ka durkiso ama ka xaadho ama aad ka fogaayso wadada si ayna dad muslim ah u dhiman aynan u dhiman inaadan macruufka iyo wanaaga aad sameeyso oo aad ku dadaasho hadalkaagu had iyo goor inuu run noqdo kana fogaato beenta dadka adiga kula jira waa inaad kasbato thiqadooda خير كود يا وانا جود أنا أتكون ده شو خير كي وانا جانا الله تعالى سان صوم الرهبة إن أتكفوا تغيب هذا حنتا يا نمي ماذا يا سكدر كا إن أتكفوا تو بحي لي قبر جا أي روحة قبر جا أي روحة بحي هذا يا نمي ماذا أي جلس سين نبي عليه السلام عذاب أي قبر إن لو عذاب أي كان طبعا كوضع وكيات قرن إسا لو الروح ما قبر لو عذاب هي marka weyn arkayno wax weyn u yahay sa iyo arkayeen waxa la dhig jiray kaana yamshi bin nabiyma ka kalana kaayda muul iska ilaalin jirin waxa ilaahay quraanka ku yiri subhana shawaahidu min alquraani wa sunna ala husn alkhul markaatiyo iyo shawaahid cad oo maxay ahayday aad iyo aad oo cad oo quraanka iyo sunnada ku soo aroray husn alkhuluqa tilmaamahay waxa kamid ah walaa tusaa xirxadda kale naas dadka wajigaaga ka jeedinin walaa tamshi fil ardi maraha ardo dhexdeen kibir iyo qaad qaad ha ku socon walaa tamshi fil aadman innaka lan takhruqa al ardo walan tablugha al jibala tula wa tawadu iyo kibir laan iyo in iyo tusaysa quraanka waxa ilaahay kula ku yiri wa ibadur rahmani yamshuna wa ibadur rahmani alladhina yamshuna aral de hawna wa idha khadaba hum al jahiluna qalu salaman ayadaasi marka waxayna tusaysa he in aad dadka aadan u jawaabin dadka aan maxay ahayday ku muraasabka ahayn ama aan in loo jawaabo aamudnayn حيله سبحانه وتعالى قرآن كل كاذبين الغيث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أي قرآن كل رسول كل وحول صلى الله عليه وسلم إنما نحبكم إلي وأغربكم مني وأغربكم إلي منزلة يوم القيامة حاسنكم أخلاقا وحكى له نبوي لخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وحول نبي عليه الصلاة والسلام كينا أرجع على أي قلو ما لنت قيامة وكينا دبي على ونكسن كينا هو ناكسن وكرهير كيس هو ناكسن أنا جانا كو خير بدن هو انا سرير كيس ايان هي النبي عليه الصلاه والسلام حكى له النبي ولي ان الرجل الذي ركب بحسن خلقه هو كو غاري درجه القائم وصائم النهار كصاد راد الخير كي وراغ ان كو دادالو النبي وحا لا ويديه عائشه بنت صديق رضي الله تعالى عنها
عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحيتري كان خلقه القرآن قرآن كأيو نغن كيسو أها قرآن كوحلو أمر أيو سمين شري وحنكو درينا إن شاء الله تعالى قد بردورة سيده لغو كسبان كرا أما آت كتب عن كرتا دبيع أول أكسن سيده آت كتب عن كرتا دبيع أول أكسن بل هذا أن قلبا دول إسلام كو الدعاء وتضرع إلى الله إلهي سبحانه وتعالى إن أنبرنا إنه دبعنا ونكسيه إسوا تضرعنا إسوا بهنا وقعنتا أتاقنا واختيالها دعاء الله أقبله كو إن إلهي ما سبحانه وتعالى كرا إنه الروح دبعنا ونكسا إنه دبعنا ونكسيه وحيالها حرنا كإلاليه لبا العقيدة السليمة عقيدة صحيحة ونكسا والكتاب والسنة كتاقن إنه هذا دبعنا هذا سيدا سانا دبعنا كو ونكسا نانيسا صدح مهارات تقف عند الرد إن أضفت هذا دبي هذا ونكسن هذا محي هذا كو عربي سو أو أتكد هذا شو أو هذا رنت أيضا أداد إيات أطبعته أفر أن تجاهد نفسك على حسن الخلق دبي هذا ونكسن وإن أضفت هذا كل هذا شو محي لا إلهي وحولهي والذين جاهدوا فينا لنهدينا وصبلنا قلت عشان الصبر عند اليأس من الإخفاقات إن الصبرت أو هذا القوسين كل كذا وحياله دبي عدي ونكسن بخيل باتاي وعند النود هاي والفضود هاي وحيالها مركي على سكو عرقت إسكا قبل ويدو إن هذا يسين إن هذا إن الصبرت أو هذا نفط هذا كقوسين شن اللح مقابلة الناس مقابلة إساءة الناس بالإحسان دتك ما أنت كوجس مياي كوجو في إن أتكو قابشة وهذا محيا هيدا لا قابشة ما أنت كوجس مياي ونك ادفع بالتي هي احسن في احسن فاذا الذي بينك وبين عداوتك انه ولي حول له لا غضبك تضل لا تدخل في ما لا يعنيك وحان اخر اذا يدونك وحكوا فاذا لين كفوا ها والنماذج من الاخلاق الحميده في الاسلام تصاليا الحيه او اخلاق وناغسن كميدا بلانسترن بر الوالدين با كميدا قرابه لبد كو دشه او مخي اهيد بار نوقته صله الرحام با كميدا waxa kamid ah ihsaan ila jaar jaarka in loo ihsaan sameeyo nabi uu soo u dardaarmay waan ognahay waxa kamid ah ifshaa salaami bayna nas dadka in dhexdo salaam lagu faafiyo wadiibul kalaami hadalka in la walaajiyo way taamu taami qoodka in dadka la qoodiyo wa salaatu bil layli in maxay ahayd habeenka salaada la tukulayo jiifa nabigu kaleeyhi salaatu wa salaam ruux dadkii inta sameeyay inuu jannada gelayay mu nabigu u balan qaaday xusn qoloqo waxa kamid ah ina salaanto eelkaaga iyo qaraabadaada marka uu soo gasho waxay gelida soo galay sareerkaaga adoo salaamay ay barakee u noqonaysa xaaskaaga waa inaad dhaqan walaasan kula dhaqanto oo aad ixtiraamto oo wajiga iyo dadka dhamma muslimiinta iyo carruurtaada iyo dhamaanba sidoo nabigu u yiri khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli waxa kamida antu caashira naasa bil hafaawa wal wafaa wa tarkit tanakkur lahum wal jifaa inaad dadka kula dhaqanto xafaawad soo fogaay soo dhaweyn iyo oofin iyo inaad sidii aadoon garayn ismoogamoweysinin inaad dadka u naseexato khayrka iyo wanaaga aad u la dhaqanto khasaalada xamidada waxa kamida nadaafada jirkaagu nadaafad yahay dharkaagu nadaafad yahay gurigaagu nadaafad yahay inallaah jamiil yuhibul jamaal hadar iyo goor inaad masato dharkaagu nadiif yahay arimaha soo dhama kamida marka akhlaaqda wanaagsan aan ku dadaalo insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala wa hakamari bi asma'il husifati al'ula an yaghfir lana wa an yatuba alayna wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa bar walidayka wal tuti'huma tafuz wasil aya bunayya arrahima bajjil kabiran warham as-saghira wa sa'id ad-da'ifa wal faqira وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفطنا حليما